شحال من عام وانتي ساكنة في البريك؟ ها؟ شحال من عام وانتي ساكنة؟ شحال من عام وانتي ساكنة في البراكة؟ نقول لك شي 36 ولا 47، تو على 40. بارك الله. الولد اللي زايد هنايا راه حبحب على 40. وليدك زادوا هنا وهاد نسيت. البريليكة وليدي شاريها لراسي، هي مات تاع والديا شاريها لراسي. وليداتي زادوا هنا، الولد زاد هنا. إذا وبعد متابعي الكرام، متابعين شوف أنا نسأل بكم في هذا البث المباشر من مدينة سميرة، وبالضبط دوار موسى، دوار موسى، يعني كما الولاد ده تشوف ولاد عليان. الولادة اللي تم هدم ديال ديور الصفيح. بعد ما ريبوا لهم قول لهم سيروا خرجوا كريو. كاينين الناس اللي كريات، كاين الناس اللي مشات على العائلة ديالها، كاين اللي كله، وكاين اللي ولا بني مصابين عشا كرار لا يدور. سمح الله، كاين اللي بنى عشا كله ومسكين، يعني كيفاش لحسوا الظروف اليوم مسكين هاد المسنة هادي كيما كتقول، يعني اللي سابيرة كل مرة كان بات عاد حد، كل مرة فين كتلوحني الظروف مبات عيد. اليوم تنوجه رسالتي ما لخوتي ناكل المغاربة، اولدي، والله ما ناكل. تنوجه رسالتي لخوتي المغاربة، كنوجه رسالة للمحسنين كيما سمعت تقولكم، والله ما لقيت حتى من ناكل عاد باش غتكري. اليوم كنتمنى يعني ما هذا عرفني لا اللايف ولد لا خو، لحنين لرحيم ميمتي، لو ملحوني قلت بغيت تموتي موتي. واخا ميمتي تنتمنى احنا اللايف يتبارطاجي، يعني الناس يحسبوك ميمتهم، يحسبوك بحال حسبوني مهم، بحال حسبوني ما عطيتش نوا. ولي دار هاد الحسنة، ولي دار هاد لاجر بلا ما يمشي للحج. رانا مطيح حد معي في الليل وفي النهار، وما راكدش ما راكده ما واكله. رانا عالم بيا الله، رانا عشت دموع ترقد وجدا الحيوط، ترقد وجدا الزناخي والخوف والليل. رانا هزمو الليل وحيد، هدمنا نهار الأربعاء قرينا، قالك القايد عندكم شهر ونحر. وغادي اللي ما صاوب شي وراق، وغادي ندي ليه البون. وانا لوميحي بغيت نمغط فيه، بغيت يا نموت ميمتي فيه. انت صبرتي كما قلتي، كل مره تلاحي في الزنقه وكل مره تلاحي في الدار، ولكن دابا انت اليوم خايفه غيدوك البول وما عندكش باش غتخلصي. وهذاك علاش وليدي ملاش خفت، انا قلت لهم يديو لي البون، وما عندي باش نخلص، ما عندي ما نعطي. زحافه من ركابي، زحافه من الزهر، محيده الماء، محيده خلى العينين طانسيو، كل شي فيا، السكر فيا، كل شي فيا. دابا راسي تنقول شي نهار نموت في شي طريق، ولا نموت في شي جرح حيط. ما يشوفني تا واحد، ما دار فيا تا واحد. الناس اللي كنمشي نبات عندهم، تا واحد ما تعيط عليا، تا واحد ما تيبري فيا، تا واحد ما تقول لي فين بيتي، ولا فين مشيتي، ولا فين درتي. وانا مزوقه فيكم وليدي ومشيها لكم. لا كاين شي محسن نعطلوني، راه ولدي بقى ليا خلا، ما بقى ليا والو. بقات ليا 20 يوم ولا 25 يوم، بقات ليا 20 يوم ولا 25 يوم. يديو لي البريريكا، رانا تقرحت، رانا درت تحيد. ما سلمني طقني، لا من يعطيني، لا من يدخلني دم الشمس. حويجاتي راه العيش حملي عامرة، زارتي في كراج من يوحي المزرورين، من يوحي ونار. انا تنزلي غادي نسمح فيهم وفي كل شيء، فين نديهم، فين نمشي، فين نعطي راسي. راه وليدي المجهود الله، راه المجهود الله. رانا تهدك راح تعطيك راسي ليكم الحباب. المهم دموعك غالي، ان شاء الله غيشوف يعني رانا شي يا انت ممثل وليدي، مغربي. خليك ميمتي بلاتي، دموعك غالي، ما تبكيش ميمتي، لان اي واحد غيشوف هذا اللايف هذا كنتمنى، يعني لان صراحه طلعنا حداك وتاثرت، لا حول ولا قوه رانا الا تنجي للدويره وتنقول دايما ما يضاع، تضرب الليل وتحس على عباد الله. المهم دموعك غالين، انا كنتمنى هاد المباشر يشوفوا شي واحد يحن فك قلبه وي كما يا قلت سي وليدي، خيرا. المهم عارف بانك يعني مجروحه ومجروحه بانك خايفه من البول اللي غيمشي لك، وي خايفه من الموحيد. وفين نمشي؟ حتى واحد ما يقبلني، يعني شحال من حتى عام واحد ما يبغيني. ساكنه في البراكه؟ ساكنه في البراكه راه ولدي 40 عام، قول 40 عام، 40 عام، خصوصا يعني من 40 عام عامين ولا اليوم، ثلاثه. 40 عام اليوم وليت ولد والده متشرد، هنايا راه الحق مهدده 40. متشرد اليوم. تشرد هما استحباب، وما سلم من عطى الراس اللي مشيت ليه. دا يقول لك برزتينا، خسرتينا. رانا الموجود الله، رانا مقصدك مقصد الله تعالى. واللي دار هاد الاجر راه غادي يبقى لا يمشي الحج، حج هنا. راه اللي دار هاد الاجر راه حج هنا. راه اللي مسح ليا دموعي وجاني بيا 20 يوم، وصوبتهم وصوب لي موحيلي، وصوب لي موحيلي، وعطاوني باش كنت، وعطاوني باش صوبت انا وريقاتي. راه كاع لا يمشي للحج، راه حج هنا.
رانا تنقولها في قلبي تنقولها في خاطري، رانا ما صدت حد، ما عندي رجلين ما عندي كبيرة، دايرة ما انا قلت وكذا حتى هاد وتنجر. تجريم اخوتك مغاربة، ان شاء الله كما قلتي اللي غيدير هاد الخير هذا غتبقى واحد الصدقة جارية طول العمر. وي راه اخوتي اليوم لقيتي المغاربة اخوتك مغاربة المحسنين ان شاء الله اللي ما غيخليوكش تبكي، ما خليونيش غير نسوى الدموع هادو وحيطوا فرحانين عليا، فيك ان شاء عيطوا الله. عليا ونجيهم بين ما كانوا. رانا دايرة عا عكاز وتنجر، كي شاف خلى هاد الولد شافوا الناس رانا دايرة عا عكاز، دايرة تلد رجلين وتندرس من خوف لما يحيل غادي يمشي ليا، لما يحيل مشي ليا عباد الله، لما يحيل مشي ليا فين نموت فين ما خطر ليا فين نقعد فين نعطي راسي. رانا مزوجة فيكم اخوتي، انا مزوجة فيكم اخوتي، رانتوما ولادي واخوتي، ورانا صديت ليكم، رانا عطيت راسي ليكم، فرحوني وتعلق انا حالتي ويامي عيد مش در الحيوط وما موالفاش بيهم، عيد بتمارق نمشي نقصد الناس فين ما كانوا تنمشي ليهم، واللي مشيتي ليه ليلة راه خلى الله يحسن العون يعني شنو تتقل عليه ريبوك بالراكب كل مرة كتمشي عند حد، يعني كل واحد تنمشي الله كل يحسن عيلة. العوان، يعني كل ورانا واحد قاعدة في جدر الحيط، قاعدة في جدر القصدير، نحن خلى في جدر عن حط حجرة تاتي ونقعد نبكي 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 تنعيا ونوض، ما صايبش تما ناكل، كاين ليلة نشريح لقبة وخبيز ناكل، وكاين ليلة نقصد عباد الله ناكل عندهم، كاين ليلة نبات بالجوع، ما عندي لا باش نكري ما عندي لا ما نعطي ما عندي ما تنخدم ما والو، السكر دور الصين العصاب ركابي الظهر كل شي ظهرني محيد الماء مضلوع، كي غدا ندير؟ متابعي الكرام، يعني عفاكم، يعني هذا فضل وليس امر، يعني حسبوا السيده الام ديالكم، انا كما كتقول لكم ما بقى عندي حد، كما تقولوا بعد ما وصلت السيف والزوبه وصلت العظمه، السيده التجأت يعني خرجت كتوجه رساله بوجه مكشوف لكم انتم المغاربه المحسنين داخل خارج الوطن، بان السيده هذه كانت تسكن هنا يعني بدوار موسى، بعد ما ريبوا لها البراكين قال لها سيري كري ديك الساعه عاد وجد 11 مليون باش تخلص تاخذ الشقام ديالك، هي تقول لك ما عندي حتى عشا ليله، ما عنديش باش نكري كل مره وكنتلاوط كنبات عند حد. اليوم هي كتوجه لكم رساله كتقول لكم شكون اللي بغا يدير هذا الخير هذا فيا يحاول يعني باش يعاونوها باش ما قسم الله يعني والو صبيغ صبيغ ما غير تشي 3 المليون ما تستهمش، ما نسبق اوليدي ما نسبق والو، ما باش نسبق ورقات والو حتى حاجه، شوف على المسلمين يصوروا ليا ويعاودوا ليا. اليوم كتشوف اخوتك مغاربه شنو تقول لهم الناس اللي غيعاونوك هاد ان شاء الناس الله؟ اللي تنقول لهم تنقول لهم اللي هو شاف من حالي واللي هو خلى جا عاوني وريا مول حيلي، راه بحال مشى لمكه خطرتين بحال حج الحج 3 الخطرات، راه مول حيلي غادي يدير لي المخزن وغادي نقعد على المخزن لا من نشكي لا من نبكي، تنبكي عليكم اخوتي تنبكي عليكم المغاربه داخل الوطن وخارج الوطن، تنبكي عليكم اللي هو مسلم وفيه رحمة ربي يعيط ليا ويفرحني، يعيط ليا ويفرحني ويرد ليا مول حيلي. عيشي مي مشي من الدور عند الناس، قلتي عيد غنجي من هنا، دور قلتي غنجي هنا البلاصه فين يعني عيد من دور فين ولدتي وليدات هنا فين ولدت وليداتي راه 40 عام قال امين عباد ما تقاسي وانا جيتي تحت هاد الشجره هادي اللي مظله تنقاسي تحت الشجره وتنقعد في الشمس وتنقعد خلاها في بلاصه الدويره في بلاصه مريريكا فين كانت، تنبكي تنعيا ونوض نزل الحيوط كتمشي للدويره كتقول لكم بقيت غير في البراكه وبقيت غير في بريريكتي، ما حديش وليدي باش نشاطي باش هذا مع المسلمين، واحد يعطيك في طايره واحد يعطيك خلاها باش تكون، واحد يعطيك باش ناكل دروك قطعوا علينا كل شيء الرحمه دايعين ما تبش يا امي قبيله لا رمضان دوزتو ولا عيد دوزتو ما دوزنا رمضان عيدنا حار عيد كبير ما عيدتوش كاع ما عيدتوش ما عديش باش نعيدو ما عيدتوش حام على الوجوات كي وكما الوجوات انا كل عام القمع عام مشيت ليهم متابعي الكرام كما كتسمعوا ما يعني عدت. على لسان سميتو ميمتي مينا الحفاري مي مينا. اليوم انا ما كرهتش كل شيء الضامن مع مي مينا، يعني مي مينا حسب الام ديالكم كما كتسمعوا قالت لكم والله العظيم يعني العيد ما عيدازوش رمضان ما دوزوش يعني لا مي مينا لا بعض الناس يعني في نهار الدور السفيح ما دوزوش رمضان على رمضان داز حار رمضان داز حار عاب النواع عليا عاب النواع عليا من اللي تخلينا المخزن وانا في النواح وانا في النواح وانا في النواح وانا في التخمام هنا يعني البكاو كتخمي امي ودا نخمم مص من نصبق مص من تلي والو وليدي
والو، مس من سبق، مس من تلي، مس حاجه. ارجع في الله، انا مزوقه فيكم اخوتي، دموع نشفوك انا ودموع مينا مزوقه، ما وقوت. بقاوش خلا رانا الليل شحال الكاسه وليدي هكذا، كنكون مغطيه ونصيب وجهي عامر دموع. انا والله يعني عبرد مباشر كنتمنى شي واحد يعني داخل خارج المغرب يشوف هذا اللايف ديال ام مينا اللي الدموع ديالها نشفوه، لانك تصادري ام مينا وانا اثرتي فيا. علاش لا شي واحد يحسبك الام ديالو؟ علاش واحد اللي غاي كما تقول واحد الصادق اللي غتبقى جاري اللي طول العمر يبقى لي طول اللي العمر يسيبك قدامه، اللي بغى الحج او الجنه ام مينا قدامه. هي قدامه ام مينا لحن الله رحيم، اليوم كتبقى جاري رساله لكل مغربي، كل يعني داخل وخارج المغرب، اي محسن اي واحد بغى يدير الخير. علاش لا في ام مينا اللي كما قلت ام مينا غير التصبيق، وديك الساعه تشوف يعني كيفاش تقاتل. التصبيق 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 عمل لي الرسيه ما يديهاش المخزن. انا مزوقه فيكم اوليدي وفي الله، اللي بغى يديرها الاجر فيا، اللي بغى يديرها الاجر فيا، اللي بغى يديرها الاجر راه غادي عليه حسنات. وفين ما تبرمت نتعيق، وفين ما تبرمت نتعيق معاكم اوليداتي. انا مزوقه فيكم لتي محسن يشوف فيا، انا مزوقه فيكم في وجه الله المحسنين، الداخل خارج الوطن وداخل الوطن. انا مزوقه فيكم، انا متايبه فيكم وليداتي وفي الله، راه غايديروا لي امي حيلي. يعني كما كتشوفوا امي مينا اللي العمر ديالها يعني شحال العمر امي مينا؟ العمر ديالي 80 عام. 80 عام امي مينا اللي العمر ديالها الثمانينات، وبالدموع كتبكي يعني كتقول لكم عافاكم، كترجاكم عافاكم عاونوني. انا كنتمنى يعني تكون شي يعني شي مسؤول او شي محسن او شي واحد اللي بغى يدير الخير في ام مينا، لان حشومه يعني نشوفو مره كبيره وكتبكي وكتقول لك ما لقيت لحنين الله رحيم كل مره في كربات. انا كنعرفوا الناس المغاربه الناس بجود الكرام اللي ما يخلوش ام مينا كتبات للزنقه. ام مينا بعد ما يعني كل مره كتبات عند حد جات البلاصه يعني في الريبوه قالت لك هنايا في غنسكن، هنا غنتغطى يعني غنفرش الارض وغنتغطى السماء. ميمينه قالت غنجي لبلاصه هنا في ريبويا البراكه وغنسكن، يعني غنتغطى بالتراب. شو التراب نتغطى به في امي تحاول، ودات شليخات لاحوهم ليا، دات قويطين لاحوه ليا. جيت وليدي من الدار، جيت وخلوني عم سقر، وخلوني عم سقر في شليخات، دات شليخات جاو لاحوهم ليا. انا الموجود الله، رانا ما عطيت راسي ليكم، رانا ما عطيت راسي ليكم، رانا تقطعت وغادي نديو لك بريريك، غادي نديو لك الشقيقه، رانا شديت الشقيقه درت القرعه واللي راه غتمشي ليا، غادي نديوها ليا، راه القايد ديالك شهر ونهار. ملي ما كتخلصوش كيجيو كيسحبوا ليكم البون. ها؟ ملي ما كتخلصوش كيجيو كيسحبوا ليكم. قال لنا القايد قال لك اللي ما خلصش شهر ونهار غادي يديوا له البون، وحنا رحنا دايرين القرعه نهار الاربعه، راه ما بقى والو في الشهر. والو ولا ما صوبتش الوريقات في هذه 15 يوم الجايه، رانا والو ما عندنيش. يعني ما تعطوكمش شي مهله اخرى صافي، الا ما خلصتيش كيتسحب لك البون. لا تيديه. وفي غتمشي ام مينا من غير تقول. والو حايلين فينا وليدي، وكون كان وانا في العمر كاع ما يديروا لي كيف كاك راه ما نخلصش. ولكن وليدي شكون اللي تشرش لك راه المخزن. يعني ما عندك لا حنين لا رحيم. ما عندي لا حنين لا رحيم، سي والله كون عندي الحنين والرحيم ما نجريش في هذا العمر كيف كاك في هذه الصحه. اليوم عندك وليداتك ام مينا اللي يعني تيتابعوك وكيشاهدوك وتنشكو بان حتى هما تيقول لك لا حول ولا قوه الا بالله، الله معاك ربي معاك ام مينا كيدعوا معاك. وي كنتمناو حتى اللي ما قدرش يعاونك ام مينا يعاونك غير بالدعاء. بالدعوات. بالدعوات ان شاء الله ربي يسخر لك. بالدعوات يسخر لي الله. هي مستافده على شنو؟ وي يا وليدي ونشوف انا امي حيلي شديته، ولكن وليدي راه غادي تقرا ليا ولا تقرا ليا وليدي ما نكذبش عليك. تجي نموت ولا نمشي للبحر ولا تشوف وين نمشي، ما عنديش وين نمشي. جيت جيت وليدي وقفت وقفت. قال لك حاجتي اليوم يعني لا حول ولا قوه الا بالله. إذا أمي مينا صراحة لقد 20 يوم ويديو لك الأم الحين، تنحسبها في عقلي وتنحسبها بالليل وفي النهار وتنعس لها بالليل. الكرام شكون اللي غيدير هذا الخير هذا؟ الله يجازيكم بخير. شكون اللي غيدير هذا الخير في أمي مينا؟ باش ما قسم الله راه بالقليل يا بالكثير والله تدخل. باش ما كان راه الدموع تنشفوا لها الدموع هذو لا لا. واش الدموع؟ الدموع ما بقاوش ليا في راسي. تدخل لهم شوية الفرحة لأمي مينا، لأن أمي مينا دموعها نشفوا. يعني كنتمنى شي واحد يرجع شوية ديال الفرحة المؤمنه، يعني ترجع لها شويه الابتسامه، لان المؤمنه قوات كما قالت تدخل الدار تدخل كتنعس وكتبكي، كتجلس وكتبكي غادي وكتبكي. فاش كتفكر كتفكر في البول، اي واحد يعني البول في المحيل، المحيل يديوه ليا الشقيقه وليدي يديوها ليا. انا الناس ما رضعاني
رجعت يدي وجه الله، ومشيت خليت هي مسكينه كاريه، ومشيت تنتبعهم في المكان، وتنتبعهم تدرك وتنجو تنتبعهم، تمشي عندهم ناكل ونشرب ونجي، ونبات في جدر القصدير رافينا، ونبات أجمل الأجمل. كركب، نبات حالتي ونبات ايامي. إذا المتابع اللهم الكرام لك متابع الحمد. شوف تي في، تنتمنى يعني دموع ميمينا اللي دموعها غاليين، كنتمنى أي واحد شاف هذا اللايف اللي هو لايف مؤثر صراحة، طلع لأن ميمينا الثمانينات وكتبكي لي وكتقول لكم عافاكم إيما تترزاكم عافاكم عاونوا باش ما قسم الله راه بالقليل ولا بالكثير، والله تقدر عاونوا ميمينا راه باش ما قسم الله، علاش لا شي الحالي واحد غادي يمشي ليا، أه امي حالي غادي يمشي ليا، ما وليدي غايمشيش لك صغيرتي إن غادي شاء يمشي الله ليا، ميمينا، ما غايمشيش لك صغيرتي إن وليدي شاء غادي الله يمشي ليا، ولا مشات ليا وليدي نموت نبقاش حيه، ميمينا، ما بقى عنديش ربي يا وليدي يطول لك، فين نمشي. بقى ربي يطول لك العمر أم ميمينا إن شاء الله، وكما قلتي ما بقى لك لا حنين لا رحيم، ولكن عندك احنا وليدات لا رحيم، المغاربة، عندك خوتك المغاربة، وليداتي قصدتهم آه قصدتهم والمقصود قصد الله، الله، قصدتهم والمقصود الله، انا قصدتهم، انا قصدتهم ودرت فيهم الخير ودرت فيهم النية ودرت فيهم قلبي، وقلت غادي يفاجئوا عليا يلا متابعين شكون غيدير ورجع في الخير، الله. شكون غيدير الخير في ميمينا، عافاكم يعني هذا فضل وليس امر، يعني فضل ميمينا الله هذا، كترجاكم كتقول لكم والله العلي العظيم الى غنتشرد، وتقول لكم راه شردت تشردت ميمينا، مش شردت هذا وليد، تشردت تشردتي، شردت وليد، شردت وليد، شردت شردت وليدي اللي مشيت ليه وقفت على بابه ما يبغيني، والوليدي تحت رجع في الله. جزاك الله. اذا كنتمنى يعني هذه الرساله دي تكون وصلت لاي يعني مغربي، اي واحد بغى يدير الخير في هذا اليوم، اللي بغى الحج الحج قدامه، اللي بغى الجنه هي قدامه، ميمينا اللي ما عندها لا حنين لا رحيم، ولكن عندها انتوما راه ملي كتلجا بس وجه الصوت راه كتوجه لكم انتوما المغاربه، انتوما المحسنين، انتوما يعني كما كنعرفوا الناس المغاربه الناس الجود والكرم اللي كيقلبوا يديروا الخير، بغيت دير الخير ها هو الرقم ديال ام ميمينا، حافظ الرقم ام ميمينا، حافظ الرقم التليفون، ما حافظهاش، حافظه على عيطوا عليا ودو انا غنمشي مرحبا. عليهم الرقم ام ميمينا، الله وعسى يتصل بك شي واحد، الرقم 06 عيطوا عليا في تليفوني اه دكتور، بنتي دكتور الله يرحم والديكم، 06 الرقم ديال ام ميمينا اللي هو 06، قايمة ام ميمينا نجبد الرقم ديالك، ما حافظاش الرقم ولكن غنمشي عليك، الرقم 06 07 42 02 02 03. متابعي الكرام تنقول لكم حتى اللي ما قدرش يعاون راه والله بالبارطاج ديالكم، راه والله الا بالدعاء ديالكم والله العلي العظيم الا تدخلوا شويه ديال الفرحه، هاد الدموع ديال الميمين اللي كيما تشوفوا بان عيني نشفوا من الدموع بقوه البكاء، كتمشي تتبكي غادي كتبكي ما قالت ما بقات حتى ما تاكل عاد باش تخرج تشكري، اليوم هي يعني ما كتوجه واحد الرساله يعني حتى الكراء كتقول لك انا غنصبر نبات في الزنقه نبات كل مره فين، وما تطلبش يعني فلوس الكرا ولا دي كتطلب يعني اللي غيعاوني يخلص مع الشقه قبل ما يدوا لها حسب البول، سبعة تصبيح التصبيق أربعة ام تصبيح ميمينه ثلاثة يعني مليون هما أربعة طالبين لك تصبيح 11 مليون، انت طالبه غير اللي يعاونك غير في التصبيق البنايه ثلاثة، ثلاثه، اذا انا باش نوضح للمتابعين الكرام، اذا المتابعين الكرام متابعين شوف البنايه تي في ثلاثة ولدي، هنا باش عارف يعني دور الصافيح مدينه تماره اللي عرفت واحد عمليه هدم كبيره، بعد ما تم الهدم ديال دور الصافيح طلبوا منهم قالوا لهم غتخرجوا تكريو، بعد ما غتخرجوا تكريو عندكم 11 مليون غتخلصوا طنان، ما عندكمش غتسلفوا غادي ندير وغتكلفوا البنكة، بلاتي الحاجه وغتخلصوا 3 المليون، 3 المليون كتصبيغ هذا غير الفيديو ديال باش تاخذ التصويرات وما يتسحبش لك البول، 3 المليون 3 المليون عاد كتكمل ديك الساعه 11 مليون، ميمينا اليوم يعني كترجاكم كتقول لكم عافاكم يمعاونوني غير في التصبيق، ياك ميمينا غير في التصبيق التصبيق التصبيق، وبقى لي 20 يوم ويدي والدي، راه دازت من نهار الاربعاء اللي فاتت، الاربعاء غدا سليم الطنجاوية قالت لك ما تبكيش امي امي ما تمرضيش راسك ربي كبير، يا ربي يجي شي محسن يتعاون معاه، ما كرهتش ربي العالم الله يفتح عليها البيبان الخير، يا ربي امين اختي فعلا يعني دعواك دعواك مقبوله ان شاء الله، كما قالت لكم ميمينا والله العلي العظيم الى الدعوات ديالكم راه يعني غيفرحوها شويه، علاش لا تتمنى من اي مسحوا واحد لي دموعي، تتمنى ام ميمينا قول لهم مسحوا لي دموعي، انا مسحوا لي كنتمنى دموعي، والله من القلب علاش لا شي واحد ما يمسحش دموعه بالفرحه
نشوفوا يعني العينين اللي عيوم يبكيو، نشوفوا من دموعي، نشوفوا شوية أبو الفرحة. والكبر 80 عام. متابعي الكرام، كنتمنى عفاكم يعني تقول لكم بالبارطاج ديالكم بالكومونتير ديالكم، راه والله العلي العظيم تتقدوا تعاونوا ميمينا. كنتمنى باش شي حد يساعد ميمينا يتصل بها، اللي هو الرقم غنقوله، ولكن كنتمنى تكتبوا الرقم ديال ميمينا، اي واحد يتابعنا ولو غير يكتب غير الرقم ديال ميمينا باش يدخل اي محسن يعاون ميمينا. يعني انا عارف كاين الناس كيتفرجوا وما في استطاعتهمش يعاونوا، يعني تا هما تيتالموا كيشوفوا الحال ديال ميمينا تيوقع فيهم الحال. كنتمنى تبارطاجيو اللايف باش يوصل الصوت ديال ميمينا، وتكتبوا الرقم اللي هو غنفتح عليكم. تنقول لكم عفاكم، اكتبوا الرقم اللي هو 06 07 42 02 03. انا عاود لكم الرقم 06 07 42 02 03. كنتمنى المتابعين الكرام تكتبوا الرقم ديال ميمينا، حتى اللي ما قدرش يعاون يعاون غير بالدعاء غير بالبارطاج، اللي يقدر يوصل الصوت ديال ميمينا. انا شفت واحد مكتوب الرقم، ولكن غنعاود نمشي عليكم 06 07 42 02 03. ميمينا، الرسالة غتوجه لوليداتك المغاربة داخل وخارج الوطن، او لا شي محسن او لا حتى شي مسؤول. علاش لا ما نشوفوش شي مسؤول هنا من مدينة تمارا يوقف مع ميمينا كما قلت، يعني تيخص يعفيوك من الخلاص لان واحد المرأة كبيرة. علاش لا ما نشوفوش شي مسؤول كاع مسؤول هنا من مدينة تمارا؟ يعني ما كرهتش ما كرهتش اولدي فيني من الخلاص، ما كرهتش هذاك الشيء اللي بغيت. شو تقولوا لي؟ شو تقولي لي يا السيد؟ هذا السيد نقول لي خلا وليدي، الله يعمل سيدي ربي زيادك، والله يعمل سيدي ربي يا وليدي. لا درتي شي حاجه، راه انت بحال حجيتينا ولا مسحتي ليا دموعي يا وليدي. راه سيدي ربي خلاه هو يعاونك وهو يزازيك. ورانا وليدي سيدي ربي، رانا وليدي عطيت راسي ليكم، ورانا وليدي تحبست وتقهرت، نوحت قعدت في جدر الحيوط، قعدت وليدي في جدر المحلات، قعدت وليدي ما خليت صعلق تعييت. راه والو ولدي الموجود، الله راه معدي باش نخلص هذه ثلاثه، وراه باقا لي 20 يوم ويديو لي وليدي البون. راه باقا لي 20 يوم ويديو لي البون. اللي بغى يعاونني فيني من الخلاص ما نخلص شاي، واللي بغى يخلى يصاوب معايا خلى باش نوجد هادو ثلاثه. رانا وليدي خلاها صبر تاعي، عطيت راسي ليكم، رانا عطيت راسي ليكم ولله، رانا عطيت راسي ليكم ولله، رانا وليدي عطيت راسي ليكم ولله. شوفوا فيا وليدي نتوما، والله تعالى وتبارك، خارج المغرب وداخل المغرب وليدي، رانا تتفرجوا فيا وتتشوفوا فيا. رانا ما خزنتش وما كرهتش، رانا درت تاعي ترى والو، ما عندي وليدي ما نعطي، ما عندي ما نمد، ما عندي والو. رانا قاعده تنتعلق في الخلق، رانا تندور في الخلق، رانا سامحه ما كريت ما والو ما حتى حاجه. تا واحد ما بغاني، تا واحد ما مشيت ليه غلط نثقل عليه، مشيت ليه ما بغانيش، مشيت ليه ما بغى يعاوني حتى بحاجه، حتى حاجه ما كاينه وليدي. رجع في الله، انا يا وليدي قصدكم المقصود الله، مقصود سيدي ربي، رانا قصدكم. راه اللي دار شي حاجه، اللي دار شي حاجه خلاها راه غادي يسيبها قدامه، راه بلا ما تمشيو للحج، لا مسحتو ليا دموعي ولا درتو هاد الحسنه ولا درتو هاد الاجر، رانا غادي بلا ما تمشيو للحج. راه نتوما حجيتو هنا حيت انا عارفه وقلبي عارف ليا شنو كاين، حيت انا محكوكه بزاف، حيت انا مضيومه بزاف، حيت انا ما عندي فين نعطي راسي، ما عندي لا مرصد فين نرقد، ما عندي لا مت فين نتمهط، والو وليدي حاجه ما كاينه، حاجه ما كاينه، ما عنديش لي تهلا فيا، ما عنديش لي ربرب عليا، ما عندي والو. وميحيلي نتكا فيه ونقعد فيه، ولا كانوا شي مسلمين حدايا يردوا بالهم ليا تنموت. اوليدي راه ما بقى ليا قد ما فات، انا مزاوقه فيكم اوليدي. انا متابع الكرام يعني نقول للحبيبه امي اللي كترجعكم كتقول لكم عافاكم، حسبوني الام ديالكم. علاش لا يعني غنشوفوا يعني شحال من واحد يعني تيقلب باش يدير الخير وما لقاش فين يدير الخير. ها هي ميمينا قدامكم، كنشوفوا والله العلي العظيم كتهضر والدموع نشوفوا من عينيها. يعني كنتمنى شي واحد يمسح لها الدموع ديالها. علاش لا يعني تدخلوا شويه ديال الفرحه، لان ميمينا واحد المراه اللي كبيره والعمر ديالها يعني 80 عام، دوزات مده، هي دوزات هنا في الدور الصفيح. كتقول غير خلوا لي البراكه نكمل فيها العمر ديالي، وما تكرفش التكرفيس هذه اللي وليت كل مره مليوح عند الناس، كل مره عند الجيران، كل مره عند حد،
والله يحسن عواني، يعني كل واحد اللي كتمشى عنده كتلقى يعني مزوج وليداته، كتنعس اليوم غدا عاوتاني تمشى عند زارتها، غدا بعده عند زارتها. الله يحسن العوان حتى الناس اللي كتمشى عندهم، لانهم ما في استطاعتهم. الناس يعني كنعرفوا كل واحد الظروف ديالو، علاش لا ما تمسحوش المعممين شي واحد يتصل فيه ويدخل له شويه ديال الفرحه؟ لان تقول لكم 11 مليون راه ساهله بالفم، ولكن المؤمنه ما عندهاش منها حتى عشا ما ليله، عنديش انا المؤمنه تا ما عندهاش حتى بالسكري. المؤمنه اليوم كتقول لكم عافاكم، يعني اللي يقدر يتعاون معايا غير بالتسويق هذيك 3 المليون، 3 المليون وديك الساعه غتبقى باش نكمل 11 مليون. ديك الساعه تشوف المؤمنه كيفاش تقاتل كيفاش. المهم تيسر لي الله ما يمشيش لها غير البول. دابا اليوم هي كتبكي والدموع يعني اللي كتبكي كتقول لك بان غيسحبوا لها البول. باش نقول لكم متابعي الكرام شنو كاين هنا بمدينه تماره، الناس ريبوا اليوم وقالوا لهم سيروا تكريو. بعد ما سيروا تكريو الناس كاين اللي تلفات بسكرات كما قلت لكم، كاين اللي مشات عند العائلات، كاين اللي كيبات في الزنقه. صورنا مع عده حالات الناس اللي كتبات في الزنقه، المهمين من الناس اللي اصبحوا متشردين لا اصبحوا تيباتوا في الزنقه. الناس قال لهم بعد ما يعني غتكريو غتخلصوا 11 مليون، 11 مليون كاين اللي تسلف، كاين اللي ما عندكش ما يسلف، انت واحد ما قالك ما عندك منين تردي. المهمين كما تسمعوا يعني حتى ما كاينش اللي يسلفها، قالك ما عندك منين تردي. حتى واحد ما قاتل غيسلفها، ولكن اللي غيسلفها هما خوت المغاربه. هما المغاربه هما قتلتهم. هي ما حد خرجت واحد بوج مكشوف الا تتبكي وكتقول لكم كترجاكم كتقول لكم عافاكم. يعني اي واحد يحسب المؤمنة امي الحبيبه حنوا فيها، مسحوا يعني الدموع ديالها، مسحوا لها الدموع ديالها شويه الفرحه. متابعي الكرام صراحه طلع يعني هادشي كنشوف تحس في النفس، لان كتشوف يعني المؤمنة يعني مرا كبيره وكتفلاح من دار لدار من زنقه لزنقه. اليوم هي جات تحت الشجره هذه، دايما تحت الشجره، دايما تحت الشجره، دايما ماشي غير اليوم، دايما تهزرت على اليوم ديالها. كنت تبكي كتشوف ديك البراك اللي دوزتي في هذاك العمر، دوزتي على ايامي. بالنسبه للوليدات ما حنفك حد، ما سولفك حد في ولادك، سول فيا حتى واحد، ما برا فيا حتى واحد. انا عند الناس مشيت حتى واحد ما تعيط، حتى واحد ما تيسول ما تيبرك. قالك تشريفتي صافي الله يجعل البركه، عندنا ما نعطو عندنا ما نمد. لا حول ولا قوة الا بالله. قالوا ولدي تا واحد، انا تنقولها والناس تيسمعوا. لا ماكله لا ساكنه، المهم انت ولادك ما عقلوش. لا ماكله لا ساكنه لا حتى حاجه ما كاينه. والو تندردم عند عباد الله، عند عباد الله تندردم وفي الخلاق قاعده. رانا دايما طايبه هنا. رانا دايما طايبه هنا، دايما تدور ثاني اليوم مشيت انا اليوم نجي لهنايا. لقيت الخير في البراني وما لقيتيش. لقيته في البراني ما لقيته فيه. إذا تنتمنى مؤمنة، كنتمنى والله العلي العظيم شي محسن يتدخل ويشوف من حالك. إيوا ولا بغى يشوف راه غادي يشري جنتو، غادي يشري جنتو، غادي بلا ما يمشي للحج، بلا ما يمشي للحج، بلا ما يدير حتى حاجة، راه غادي يمسح ليا دموعي، وغادي يعمر ليا محالي، وغادي يدير ليا أمي حيليت أنا نتكى فيه ونموت فيه، وكل من قعدت فيه أنا عنده هو الأجر وعنده هو الحسنات، اللي تكلف بيا، راه عنده حسنات كبار. اش نقول ليهم؟ الله يعاونكم اوليدي، رانا قصدكم والمقصود الله، رانا قصدكم والمقصود الله، رانا قصدكم اوليدي وقصد الله، رانا صبرت تعييت، راه من رمضان وانا حالتي حالة، راه عيد رمضان ما هو عيد، رمضان صيامي ما هو صيام، والعيد الكبير سمعوا ما عييت ما شت، ما عييتيش امي مينا، والو دايعة، راه غادا نتسطم من عقلي. أنا بعض الخطرات تنقول زوجي بارك عليك أمي مينا، بارك عليك لأنك تقطع لي شي عرق ولا شي حاجة. شافوا بهذا القدر هذا أمي مينا واللي بغى يعاونك، راه شاف الحالة ديالك، شاف يعني كيفاش. إيوا الرجاء في الله، إيوا الرجاء في الله، الرجاء في الله، إن شاء الله يا رجاء في الله، رزقك عند الله، الرجاء في الله. إذا متابعي الكرام متابعي شوف تيفي، كنتمنى والله يعني باش سي محسن أولا محسنة أولا شي حد بغى يدير الخير، كما قالت لكم ميمينا اللي بغى يحجها والحج قدامكم، اللي هو الرقم غنعاودوا عليكم. وكنتمنى توضعوا في كومونتير المتابع الكرام باش نختموا هذا المباشر هذا. الرقم اللي هو 06 07 42 02 03. الكومونتير يعني علاش ما تكتبوش الرقم في الكومونتير اللي هو 06 07 42 02 03. إذا المتابع الكرام من هنا تنقول لكم دمتم في رعاية الله، كنتمنى الرسالة ديال أمي ميناق باش توصل أي واحد لأي يعني محسن
هي مسؤول هنا بمدينة تمارة، علاش لا ما ديرش خير في ميمينة؟ ميمينة لواحد المرأة كتقول لكم ما بقى لي حد إلا أنتم أخوتي مغاربة. إذا المتابعين الكرام، من هنا كنا نقول لكم خبر من مدينة تمارة وبالضبط دوار ملموسة.